انا زوجة المهندس عبد الله ممدوح زكي الدمرداش، هو معتقل في السجون السعودية بقاله 3 سنين و3 شهور من 3/6/2008. احنا النهاردة يوم الثلاث 13 سبتمبر، المفروض ان احنا كنا واخدين وعد من السفير يوم الحد اللي قبل اللي فات، كنا واخدين وعد من السفير ان هو المفروض هيرد علينا بعد اسبوع. احنا النهاردة جينا السفارة علشان ناخد الرد، لكن السفير خلف وعده ودلوقتي هو مش موجود اصلا، وقالوا ان هو مش هيبقى موجود لحد يوم الحد اللي جاي. احنا طبعا زوجي يعني معتقل من 3 سنين و3 شهور في سجون الدمام بدون اي تهمه وبدون اي محاكمه وما عليهوش اي قضيه، حتى ان هم رافضين ان احنا نقوم محامي علشان بيقولوا ان ما فيش اصلا قضيه. ده زوجي واحد من المصريين، من مئات المصريين اللي هناك اللي معتقلين هناك في السجون السعوديه. حتى هم يعني طبعا السجون السعوديه مش بس حتى بتعتقل مصريين، بتعتقل اصلا هناك في 50,000 معتقل بدون اي تهم ولا قضايا ولا محاكمات، واغلبهم من الشيوخ ومن طلبه العلم ومن يعني جنسيات كتيره جدا، في منهم حتى سعوديين كتير، في منهم شيوخ سعوديين كتير. لكن احنا طبعا المصريين احنا بنطالب طبعا السفاره السعوديه وبنطالب الخارجيه المصريه بتاعتنا انها تجيب المصريين دول اللي هم بدون ما عليهمش اي حاجه، بدون اي وجه حق، معتقلين بقالهم سنوات وما فيش اي يعني ما عليهمش اي حاجه ولا عليهم اي قضيه ولا عليهم اي محاكمه. بس احنا طبعا دي الوقفه تقريبا رقم 21 لينا قدام السفاره، بس بدون اي يعني ما فيش اي حاجه، ما فيش اي تحرك وما فيش اي، كل اسبوع يقولوا هنرد عليكم الاسبوع اللي جاي، كل اسبوع يقولوا هنرد عليكم الاسبوع اللي جاي، وما فيش اي حاجه بتحصل، ما فيش اي جديد بيحصل، بياخدوا الكشوفات اللي فيها الاسماء وما فيش اي جديد بيحصل من ناحيتهم. انت عارف الاخت؟ انا اخت المهندس عبد الله ممدوح زكي الدمرداش، هو اخويا يعني كله يشهد له بحسن الخلق، ويعني هو راجل معروف، حتى مدير الشركه بتاعته راح للسجن وقال لهم يعني ان هو كان موظف محترم عندهم ومعروف وعمره ما عمل مشاكل، فيعني حتى اقل واجب يعني هو معروف طبعا انه ما عملش مشاكل واحنا متاكدين من كده، وهم بيمسكوه بس مجرد ان هو ملتزم ويعني فعلا واحد غيور يعني على دينه وكده، لكن طبعا ما عملش اي حاجه وفي امثاله كتير وبدون تهمه، يعني هم لو عندهم تهمه اصلا يقولوها، انما هم زي امن الدوله في مصر بالظبط، يعني ما كانوش بيقولوا لواحد اي تهمه عشان طبعا هم ما معاهمش اي دليل على اي حاجه، فبيقوموا قايلين ان هو لسه في التحقيق. يعني ايه 3 سنين و3 شهور تحقيق؟ يعني ازاي يعني ده ممنوع من الاتصال غير مره واحده في السنه، يعني كلمنا وكمان السنه دي ما كلمناش، يعني هو كلمنا 3 مرات وحتى السنه دي ما كلمناش، يعني ومامتي ما اتحكمش ولا هو معتقل يعني؟ لا ما اتحكمش طبعا، هو معتقل بقاله 3 سنين و3 شهور ما اتحكمش، ما تعرضش للمحاكمه حتى، ولما مامتي بتتصل بيهم تقول لهم يعني عايزه اتكلموا او كده يقول لها هو مسموح له باتصال واحد في السنه، وبقول لحضرتك حتى رمضان السنه دي والعيد ما اتصلش، هو كان بيتصل في رمضان او العيد، فهم من غير تهمه، واحنا طبعا مش عايزينهم يحاكموه ولا الكلام ده، لان احنا عارفين ان هو اي كلام، بس عايزينه يبعتوه مصر، يعني هي بلده اساسا، هم مش عايزين منه حاجه، يعني هو يرحلوهم، احنا مش طالبين اكتر من ان هم يرحلوهم خلاص، ولا عايزين ندخل السعوديه دي تاني، ولا عايزين حتى سبحان الله يعني خلاص مش عايزين منهم اي حاجه، بس عايزينهم يبعتوا المصريين يرحلوهم ويمنعوهم ويمنعوا حتى اهلهم يمنعونا ان احنا ندخل السعوديه تاني، بس يجيبوهم لنا ما دام هم ما عليهمش اي تهمه ولا اي دليل ولا اي ولا حكموهم ولا عليهم اي قضايا، خلاص ما دام هم مش مقصرين معاهم خلوهم يبعتوهم مصر. انا مش عارفه هم يعني فارقين معاهم في ايه المصريين دول. تراب ايه الباشمهندس؟ انا اخت المهندس عبد الله ممدوح الدمرداش، انا بقول السعوديه احنا بنطلب منها، لو انت بتقولي ان انت دوله بتحكم شرع ربنا، احنا بنطلب منك ان انت تحكمي شرع ربنا في الناس دي، احنا مش عايزين الاحسان، احنا عايزين العدل، لما يبقى راجل مهندس محترم يتخطف من اهله 3 سنين و3 شهور بدون محاكمه، دي مش حقوق الحيوان في الاسلام، عشان تقولي ان دي حقوق الانسان في الاسلام، واحنا انا اخويا انا بتكلم عن احنا المصريين بنطلب باعاده كرامه المصري اللي متهانه في السعوديه، يعني هو لو كان امريكي مسلم ولا حاجه كان زمان حكومته دلوقتي ما سكتتش عليه ان هو معتقل في السعوديه بدون تهمه وبدون محاكمه، فاحنا بنطالب بان هو يتعامل كانسان محترم، انسان محترم ليه حقوقه ان هو ما يتخطفش من اهله بدون محاكمات ولا اتصال، ولا يعني اهله منين يعرفوا هو عايش ولا ميت، لما بقيله سنه ما بيتصلش بيهم، يعني لو
شرع ربنا الرسول قال امرأة دخلت النار في قطة حبستها، فما بالك بدول اللي بيحبسوا الشيوخ والمدون محاكمات. واحنا بنطالب مش بس بالمصريين المعتقلين في السعودية، احنا بنطالب بكل الشيوخ والعلماء وطلبة العلم اللي مسجونين في السعودية، والمسلمين كلهم محرومين من علمهم عشان قالوا كلمة حق ما عجبتش ملك السعودية ولا ما عجبتش حد، يعتقلوا ومدون محاكمات وبعشرات السنين بعشرات السنين عشان يطلعوا يقولوا عشان عايزينهم يقولوا كلمة ولا كلمتين يسجنهم عشرات سنين. ده ما يرضيش لا الإنسان ولا الإسلام ولا يرضي أي حقوق في العالم كله.